أثر عميق جدا، لأنه تنظيم سري على مدار 200 سنة، أي عسكري أو مدني عرف جزءا صغيرا من سر هذا التنظيم العسكري الذي يحكم مصر قتلوه وذبحوه. جيش كان سبب احتلال الإنجليز لمصر، ما هو جيش فرار من يومه. كان قوام الجيش 120,000، كان هربان منه كام؟ 60,000 جندي. ما هي معارك الجيش المصري اليومان؟ مفيش. صابر مشهور وأسرار تذاع لأول مرة عن عسكر مصر. العسكر حشو دماغ الشعب المصري بالخزعبلات والخرافات. أبرز هذه الخرافات إن الجيش حمى مصر، وعشان الجيش حمى مصر لابد الجيش هو اللي يحكم مصر. مش عارفوش الجيش المصري خالص ولا قوته. نعرف لا. وتلاقي ضباط العسكر يقول لك ايه؟ احنا اللي حاميينكم، احنا اللي واقفين حاميين الحدود. هو انت امك انت وهو راحت وقفت على الحدود تحميكم؟ تعرف تقف على الحدود؟ لا يالا، هو انت عمرك وقفت على الحدود يا ده ضابط انت هو يالا؟ ده انتوا في كل الحروب رميتوا السلاح وطلعتوا تجروا يد زي النسوان، لو لا مؤاخذه النسوان ارجل منكم يالا. لو ناسيين تعالوا افكركم بتاريخكم الاسود في 200 سنه. الله انا حتى ما نجريش على ظلم، مش ممكن. كل الحروف في 200 سنة هزائم عسكرية، مش هزائم قتال، لا، ده انتوا كنتوا بترموا السلاح وتخونون مصر وتفرون كالفئران أول ما تعرفوا إن في هجوم جاي على مصر. طبعًا تقول لي فين القسم اللي بيقسموه ويصدعوا دماغنا به كل سنة، يقول لك إيه؟ وسلاحي لن أتركها قط حتى أذوق الموت. لأنهم في التطبيق العملي بيقول لك إيه؟ وسلاحي أهرب به فورًا عندما يهاجم أي جيش مصر، واروح ابيعه في السوق السوداء واخد قرشين واضربهم في جيبي، لان انت وظيفتك مش ظابط، وظيفتك خائن. اقسم بالله العظيم قوم حافظ على السلاح لا اتركه قط حتى اذوق الموت. مصر تعرضت لست حروب خلال ال 200 سنه. الست حروب خمسه منهم هزائم بدون قتال، يعني اول ما جيش اجنبي يجي تقول احنا مسلمين وترموا السلاح وتطلعوا تجروا. ده باعتراف الحاكم العسكري بتاعكم أنور السادات، قال إن مواكب النصر لم تسر في القاهرة منذ 500 عام. ده أنور السادات بيقول لكم يا عسكر اللي هو منكم، أنتم لم تحققوا أي انتصار طوال 500 سنة. بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون، ولأول مرة منذ 500 سنة تمشي مواكب النصر المصرية في شوارعنا. الحرب السادسة، الحرب السادسة هي حرب أكتوبر، حدث فيها قتال ولكن انتهت بهزيمة باعترافات قائدكم السادات كما أوضحنا في حلقة سابقة، وقال لك والله ده انا مستعد اسرائيل تضربنا على قفايا، لان انا لو قعدت حارب 100 سنه مش هعرف اخد سينا. وافردنا لحرب اكتوبر حلقات عده يمكن ان تراجعوه. والان نعرض لخيانتكم وهزيمتكم ووكساتكم يا عسكر في حرب 1967. زعيم العسكر بتاعكم جمال عبد الناصر قال لك انا منتظر الحرب على احر من الجمر، وهنرمي اسرائيل في البحر. بصراحه بقى انا خفت منكم. هذا سيحصل الان يا سيد الرئيس، هل تظن ان الاسرائيليين سيهاجمون العرب؟ اننا ننتظرهم، تركنا لهم كل المبادره، نحن بانتظارهم. هذه قواتنا المسلحه تحمي ارضنا، تحمي سماءنا. كتب الفريق محمد فوزي رئيس أركان حرب قوات العسكر آنذاك في مذكراته أن عبد الناصر قال في اجتماع للقادة العسكريين أن الجيش الإسرائيلي سيهجم على مصر يوم 5 يونيو. وقلت أيضا في هذا الاجتماع أنني أتوقع أن يكون العدوان يوم الاثنين 5 يونيو، وأن الضربة الأولى ستوجه
إلى قواتنا الجوية؟ إن فكرة الحرب ما كانتش موجودة خالص في دماغ حد ولا في أذهان الرئيس. إن لما بنقول لهم يا جماعة ده احنا هنحارب إسرائيل، ورد محمد فوزي قال لما نحارب إسرائيل بجي لها فرج. فكان الكلام ده في مارس 67. ده مين قال كده يا فندم؟ محمد فوزي. القوات المسلحة بتاعتنا تعتمد على الاحتياط عشان تقف قدام إسرائيل كويس. هذا الاحتياط عمره ما استدعى. وطلب مني أن أتابع أنا أعمال الحلف الأطلنطي، فكان مقدر كفاءة الجيش المصري ب 34% فقط، وكفاءة جيش إسرائيل ب 86%. قلت له تأكد أن كل عسكري حيروح سينا مش هيرجع، وكل الدبابة هتروح سينا هتتكسر. مش أنا عارف لو خد قرار قدر ما في قد قرار بالحرب احنا نروح في ده. لم أرى أي اهتمام أو استعدادات عشان إسرائيل، لأن كان لا يمكن لمخلوق أن يظن أن مصر تستطيع أنها تحارب إسرائيل في هذا الوقت. ورحتم يا عسكر تعملوا مظاهرة عسكرية وتتظاهروا في الشوارع وتجري، وكل واحد يشيل بندقية عطلانة ودبابة بايظة ومدفع بايظ، وتعملوا مظاهرات قدام الشعب أن أنتم قوة لا تقهر. حصل لنا الرعب يا له. هنشوف بقى في الميدان هتعملوا إيه. 67 ما كانش فيه هدف سياسي واضح. القوات حشدت في سيناء لا للحرب وإنما لمظاهرة عسكرية. في الساعات 48 الأول عبرت 3 فرق عسكرية مصرية سيناء، وضمت 45,000 جندي و 300 دبابة حديثة و 450 ناقلة جند مدرعة وكمية من المدفعية السوفيتية، وقد واكبتها آلات تصوير التلفزيون لتصوير كل شيء، فكان ذلك أشبه بعرض عسكري أكثر منه تقدما عسكريا جديا. قبل أن تبدأ الحرب وقبل ما إسرائيل تقرب منهم، كانوا العساكر رميين السلاح وطالعين يجروا، وهذا بشهادة اللواء عبد الفتاح أبو الفضل في كتابه كنت نائبا لرئيس المخابرات. اتهم اللواء عبد الفتاح أبو الفضل قائد المقاومة الشعبية في القناة في كتابه كنت نائبا لرئيس المخابرات، اتهم قوات العسكر بالفرار من سيناء قبل بدء الحرب يوم 5 من يونيو، وقال في مذكراته إنه يوم 6 من يونيو كان في العباسية فشاهد جنود قوات العسكر ومعهم أسلحتهم، ولما سألهم عن مكان وحداتهم فأبلغوه أنهم كانوا في سيناء وانسحبوا منها. وأضاف أنه بحساب الوقت اللازم لانسحاب الجنود من الجبهة حتى يصلوا إلى العباسية، يعني أنهم فروا من سيناء يوم 3 أو 4 من يونيو قبل اندلاع الحرب أصلا. أما الحاكم العسكري حسن مبارك فقال عليكم إنكم جيش فرار، وإن كلكم يا عسكر في هذه الحرب هربتم ورلقيتم سلاحكم وذهبتم إلى بيوتكم وخنتم الوطن. ده هذا رأي الحاكم العسكري حسن مبارك بتاعكم فيكم. 67 من سحاب خلوا أمن انسحاب من سيناء، كل جرى روح بلده بينما الخوف مسلح للبلاد، الأسلحة تسابق اتخذت غنايم. أما رئيس أركان قوات العسكر آنذاك فقال إن كل ضباط العسكر خونة. أهو الراجل بتاعكم القائد بتاعكم يتهمكم بأنكم خونة، ما جبناش حاجة من عندنا. ليه يا عم الفريق رئيس الأركان اللي حصل؟ قال لك كل الضباط هربوا ليلا من كتائبهم ومعسكراتهم دون علم الجنود، كما أن الضباط والعساكر وفقا لرئيس الأركان سرقوا أسلحتهم. يعني مصر أرضها بتحتل وأرضها بتختصب، وضباط وعساكر العسكر لا يفكرون في مصلحة مصر، إنما كل واحد يفكر هو إيه الغنيمة اللي ياخدها من مال الشعب البنادق ويهرب بها يبيعها ويتاجرها. فيما وجه الفريق محمد فوزي رئيس الأركان آنذاك اتهاما شنيعا لقوات العسكر بقوله إن 100,000 جندي تركوا الجيش خلال الحرب واستولوا على الأسلحة لأنفسهم. الصبح بندار على رئيس العمليات بتاع الكتيبة وقائد الكتيبة ما لقيناهمش، لقيناهم طفشوا. بل إن في كتائب عسكرية هربت قبل أن يصل إليها الجيش الإسرائيلي أصلا بيومين، ولما الجيش الإسرائيلي وصل لهم وهم بيولوا هاربين
على طول رفعوا ايديهم وقالوا احنا مسلمين من اول امبارح، كنت عبتوا نفسكم ليه؟ كنا جانا لكم خلاص. وقام اقدم ضابط فينا شايل منديل ابيض ورفعه وقال طب خلاص اوكي يعني احنا مستسلمين. العربيه خلاص الموقف انتهى وما عادش، ابتدت الناس بقى تجري. لما دخل علينا وقفت كديمه يا مصري، وقفت يعني ايه بقى؟ يعني كديمه تعالى. يعني هو الوحده سلمت لان ما كانش عندها امكانيات انها تقاوم، فالوحده اساسا سلمت. طبعا اعلام العسكر بيحب يشيل الشيله للمشير عبد الحكيم عامر. قوات العسكر صح هو كان خائن وكل حاجه وراجل بايظ وكل حاجه، لكن هي قوات العسكر فاسده، لانه بشهاده نائب رئيس المخابرات الذي كان مكلفا من جمال عبد الناصر وباقي شيله العسكر انه يدافع عن مدن القناه، يقول في شهادته انه لما ذهب الى الاسماعيليه وجد قاده العسكر زملائه مجتمعين، ووجد رئيسهم يضع لهم خطه انسحاب. فلما سالهم هو الجيش لسه متماسك؟ قال له متماسك ايه يا عم، الجيش انسحب قبل ما حد يقول له انسحب اصلا. ده الكلام ده يعني كده ايه، بنكذب على بعض، كلنا عارفين احنا كذابين. كما قال نائب رئيس المخابرات انه لدى وصوله للاسماعيليه وجد اجتماع لقائد قوه العسكر مع قاده الفرق، وكان يلقنهم خطط الانسحاب من سيناء. وبعد الاجتماع سال اللواء عبد المنعم خليل عما اذا كان الجيش لا يزال متماسكا، فضحك اللواء عبد المنعم خليل في مراره وقال إن كل ما سمعناه معهم هو تمثيل في تمثيل، وإن ستار مسرحية الجيش المصري قد أسدلت منذ بدء العدوان صباح يوم الخامس من يونيو سنة 1967. قال أيضا إن الجيش المصري في هذه اللحظة في حالة بالغة من الفوضى وعدم السيطرة، وقام فعلا بالانسحاب تلقائيا وقبل صدور هذه الأوامر الرسمية، وليس هناك أي مظهر للتماسك غير هؤلاء القادة المتلقين لهذه الأوامر المزيفة. ما تعرفوش الجيش المصري خالص ولا قوتهم. نعرف لا. طبعا ممكن ضابط من ضباط العسكر يقول لك والله اصل دول معذورين يا اخويا. ليه يا بابا؟ اصل ما فيش طيران يحميهم. نعم يا بابا، رد عليهم يا رومل، ما كانش عندك طيران ولم تستسلم. بينما رومل خد الجيش الألماني من العلمين بعد الهزيمة إلى تونس، يعني أكثر من 3000 كيلو دون أن يفقد لا عسكري ولا مركبة ولا دبابة واحدة. وإذا قالوا إن كان عن تفوق يعني تفوق جوي الإسرائيلي هو السبب، طب كان ديكا عنده تفوق جوي بريطاني، لكن كان بيمشي بالليل ويستخبى بالنهار. ومن العجيب بقى انه دخل في معركة مع فرقة امريكية بمجرد وصوله ودمر الفرقة الامريكية. تصور. بل ان مقاتلين اثنين فقط من حركة المقاومة الاسلامية حماس قطفوا عسكري اسرائيلي، والجيش الاسرائيلي حاصرهم، لكان معهم طيارات ولا دبابات ولا مدافع مثلكم يا عسكر. ورغم ذلك الجيش الاسرائيلي لهم سلموا، قال لهم مفيش حاجة اسمها استسلام، اما نصر او شهادة. فلما الشباب شافوا الهجوم الجيش حواليهم قالوا لهم سلموا، ما رضيوش، قتلوا الجندي وقاوموا وقتلوا كمان ضابط في الهجوم بتاعهم واستشهدوا اثنين. كما ان قائد قوات العسكر في غزة الذي اقسم على انه لن يترك سلاحه قط حتى يذوق الموت خب بعضه وراح معسكر الجيش الاسرائيلي، قال له يالا انت جاي ليه؟ قال لهم جاي اسلم، هسلمكم غزة وامضي، وأهم حاجة تسيبوني. ونلاحظ على ملابس قائد قوات العسكر الخائن العميل إن هو ذهب يسلم وهو بكامل هندامه، البدلة شيك، الكاب مظبوط، مرسوم كأنه حضرته رايح سهرة سواريه، مش جاي بأفرول القتال والميدان، ما أثرهوش الإسرائيليين وهو يقاتل وفي يده السلاح. Like the welcome would be short-lived for the Egyptians. The Egyptian commander in Gaza, Major General Abdul Munah Husseini, still looks bewildered by the speed of his forces' demise as he signs the surrender document, hastily scribbled out on a scrap of paper by his Israeli captors. أما هزيمة 1956، سينما العسكر عملتنا فيلمين عن الظاهرة الصوتية اللي اسمها جمال عبد الناصر والظاهرة الصوتية المصاحبة لها والممتدة اللي اسمها إيه؟ قوات العسكر.
وقال لك بطولات عبد الناصر، عبد الناصر قال، عبد الناصر راح، عبد الناصر جه، عبد الناصر عمل. طيب يا اخويا وبعدين الجيش الانجليزي هدم، ايه بقى اللي حصل؟ فين القتال يا عم السينما؟ قال لك هو رايح على منبر الازهر وعبد الناصر طلع وقال لك ايه؟ سنقاتل سنقاتل سنقاتل. طيب يا اخويا فين القتال؟ لقيت الفنون خلصوا وقال لك مفيش قتال بقى، افهموها بقى يا جدعان. سنجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو تقييمك لحرب 56؟ حرب 56 يعني ما نقدرش يقول ان كان في حرب يعني، فما كانش في حرب بالمعنى المفهوم يعني. حصل هزيمة عسكرية سنة 56 وما نقدرش ننكر انها هزيمة عسكرية، ولكن من الناحية العسكرية القوات المصرية لم تتمكن من الدفاع عن بورسعيد لمنع القوات المعادية من دخول بورسعيد. كون القوات المصرية ما تقدرش تدافع وتؤمن الدولة من هذا الاتجاه ده لا يحسب لها. بالإضافة لذلك سيرة ننزعها منها ليه؟ ده هي سيرة من غير وجود القوات التبعية سينا مش بتاعتها. كانت النتيجة ان القوات الاسرائيلية دخلت سينا ووصلت لغاية القنال، وبن غوريون هو رئيس الوزراء في ذلك الوقت اعلن رسميا ضم سينا الى اسرائيل واصبحت جزءا لا يتجزأ من اراضي اسرائيل. اول ما الجيش الانجليزي جه يدخل مصر، المجلس العسكري الحاكم للبلد اللي مسمي نفسه مجلس قيادة الثورة عمل اجتماع، وراح الضابط صلاح سالم اللي مسمين على اسمه اكبر شارع في القاهره لانه خائن سموا الشارع باسمه، قام رايح واقف قال لهم احنا نسلم نفسنا للسفاره البريطانيه، ده من غير ضرب طلقه واحده. اعضاء مجلس قياده الثوره وقالوا له تعال نسلم نفسنا للسفاره البريطانيه. ودي كانت حقيقه فعلا؟ اه طبعا كانت حقيقه. جمال فكرت في انك تسلم نفسك للسفاره البريطانيه وفورا. كما كتب الضابط البغدادي عضو المجلس العسكري الحاكم لمصر انذاك أنه لدى تواجده وعبد الناصر وآخرين في مقر قيادة القوات المسلحة دخل عليهم الضابط صلاح عضو مجلس قيادة الثورة يقترح عليهم الاستسلام للقوات البريطانية مع تسليم أنفسهم للسفير البريطاني بالقاهرة. كما إن قائد قوات العسكر عبد الحكيم عامر قال لعبد الناصر إحنا نسلم يا جمال. كما كتب الضابط البغدادي أنه عندما وصل لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة هم عبد الناصر بدخول الحمام وطلب منه الاستماع لاقتراح القائد العام للقوات المسلحة عبد الحكيم عامر الذي تحدث عن ضرورة استسلامه للقوات البريطانية. أنا كان رأيي من الأول إن إحنا لازم نسلم، كان لازم نسلم يا جمال، كان لازم نسلم. أما زعيم العسكر جمال عبد الناصر فقد اتهم قوات العسكر بالخيانة وقال نصا جيشي هزمني. كتب الضابط عبد اللطيف البغدادي عضو المجلس العسكري الحاكم لمصر آنذاك أن عبد الناصر قال له خلال سفرهما للإسماعيلية لمتابعة الحرب I was defeated by my arm، لقد هزمت بواسطة جيشي. وأبدى عبد الناصر حسرته لمصير قواته العسكرية قائلا إنها بقايا جيش محطم. طيب وزعيم العسكر جمال عبد الناصر كان بيتابع المعارك من غرفة العمليات بقى وتلقي البلاغات والكلام ده والرادارات والنظير والكلام ده؟ لا، أمال كان بيعمل ايه؟ كان بيقعد في البيت يسمع أول ما يسمع صوت طيارات يجري على السطح يتفرج يلاقي ايه؟ الطيارات الإنجليزية بتضرب ايه؟ المطارات في القاهرة، وهو واقف يتفرج زي لما كنا عيال صغيرين وكنا نسمع صوت الطيارات نطلع نجري فوق كوم التراب ونقعد نتفرج على الطيارات. هو ده بقى جمال عبد الناصر بقى. كان عبد الناصر في بيته فطلع الى سطح المنزل وشاهد بنفسه الطائرات الاجنبيه وهي تقصف مطار الماضة بالقاهره. ان الطيارات بتاعتنا انضربت في الارض، وزعيم العسكر جمال عبد الناصر راح جاب قادة القوات المسلحه وسالهم ما هي خطتكم للدفاع عن القاهره؟ قالوا ايه دفاع عن القاهره؟ مفيش خطة دفاع القاهرة. قالوا ازاي الانجليز ممكن يخشوا القاهرة كده عادي؟ قالوا اه طبعا سهل يا ريس، دفاع مين؟ مدفوع يا عم الحاج. يروي الضابط البغدادي ان عبد الناصر سأل في حضوره ضابطي الاتصال مع قيادة الجيش عن خطة الدفاع عن القاهرة فاجاباه بان لدى الجيش خطة للدفاع عن غرب رشيد اما القاهرة فلا،
فقال لهما معنى هذا أننا نحن الآن في القاهرة خارج منطقة الدفاع. فأجاباه نعم. حب زعيم العسكر جمال عبد الناصر يعمل منظر ويتصور له صورتين كده وهو في مدن القناة بحيث يقول للشعب ايه احنا هو بنقاتل وبتاع وكلام من اللي انتوا عارفينه ويهدى. العسكر مجرد ظاهرة صوتية. فخاف بعضه وذهب من القاهرة الى الاسماعيلية. ولما وصل جمال عبد الناصر الى مدينة الاسماعيلية وكان الوقت فجرا راح لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة. القائد العام بقى في الإسماعيلية اللي هيدافع عن إيه؟ عن مدن القناة وواجه الجيش الإسرائيلي، الجيش البريطاني، الجيش الفرنسي. المهم وصل لباب المقر القادة العامة لا لا مخابرات عامة ولا مخابرات حربية ولا حراسة ولا أي حاجة. أجي خبط على الباب ويخبط على الباب ولا حد سأل ولا حد عبره ولا حد فتح له. يعمل إيه؟ قاعد يلف حوالين سور الفيلا لحد ما لقى مكان واطي وراح جمال عبد الناصر إيه؟ نط من على السور زي الحرامية. سقط في قلب الفيلا وراح ايه الزحف الزحف في قلب المضروم وطلع الدور الاول يدور على القائد العام للقوات المسلحه اللي هيواجه الجيوش الثلاثه. دخل عليه في اوضه من الاوض لقاه نايم. قال له اه يا ريس فيه ايه انتوا جيتوا؟ طيب اه. قال له يا ايوه حبيبي جينا انت فين؟ قال له لا 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 ما تحملش هم خالص، يعني جيوش الدول الثلاثه كان يمكن ان تصل الى الاسماعيليه وتحتل الاسماعيليه وتدخل مقر القائد العام لقوات العسكر في الإسماعيلية وهو مش درجاه. كتب الضابط عبد اللطيف البغدادي الذي عين رئيسا لمجلس الأمة بعد ذلك أنه عندما وصل هو وعبد الناصر لمقر قيادة القوات المسلحة وجدوا المقر مغلقا، وأخذ حراس عبد الناصر يطرقون الباب فلم يفتح أحد، حتى دلهم أحد الحراس إلى باب البدروم وتسلقوا سلما خشبيا. وأضاف مررنا من فتحات ضيقة كانت تضطرنا للزحف في بعض الأحيان للمرور من هنا. وعندما وصلنا إلى الدور الأول قام الضابط كمال الدين حسين المسؤول عن الدفاع عن الإسماعيلية من نومه ورحب بنا. وبعد الحرب جمال عبد الناصر جمع قط العسكر وقال لهم الجيش بتاعكم ده جيش متهالك، جيش ما ينفعش ببصلة. والمهم جمال عبد الناصر شتم قوات العسكر بشتائم وألفاظ خارجة وجارحة تحدث عنها صديقه الضابط عبد اللطيف البغدادي الذي كان حاضرا ذلك الاجتماع، ولكنه رفض ذكر هذه الألفاظ لأنها جارحة. يعني قال لهم يا أولاد الكلب، يا أولاد 70 كلب، جيش ابن كلب، جيش ابن 60 كلب. ما نعرفش بقى هو سكت عند ان الجيش ابن كلب وابن 60 كلب ولا شتمهم شتائم تانية. احنا عارفين طبعا قاموس العسكر في الشتائم قبيح جدا. قال البغدادي إنه صدرت ألفاظ جارحة من عبد الناصر بحق الجيش لكنه لم يورد نصها في مذكراته، ربما لأنها مخلة بالأداب العامة. أن الجيش قائده عبد الحكيم عامر انتابتهم روح الاستسلام خلال هجوم البريطانيين والفرنسيين على مصر. وحدث أن الجيش المصري عمل إنزال بقوات المظلات خلف خطوط قوات العسكر في سيناء، نزلوا فقط 300 عسكر معهم لتر واحد. التلتمائة عسكر إسرائيل دول كانوا قاعدين يتفسحوا في سيناء. كل ما القوة المظلية الإسرائيلية تجد كتيبة من كتائب العسكر يقوم الضباط والعسكر لهم إحنا مسلمين. نزلت وراء الخطوط المصرية كتيبة مظلات إسرائيلية في منطقة ممر متلا. إذ كنا 300 جندي حولنا من جميع الاتجاهات كتائب الجيش المصري، كان لدى كل جندي لتر واحد من الماء لمدة 24 ساعة. تقدمت الكتيبة بعد ذلك في اتجاه رأس سدرة. في طريقها ذبحت أولا 56 جنديا ومدنيا عزلا من السلاح داخل شاحنتهم. ولما وجدوا كتيبة أخرى أموا ضباطها وقالوا ما إحنا مسلمين. المصير نفسه الذي لقيه 168 جنديا آخر أعلنوا استسلامهم. هذه الأرقام من الإحصاءات الإسرائيلية. طب إذن كيف خرج الإنجليز والإسرائيليون من مصر؟ الحكاية ببساطة شديدة هو إن زعيم العسكر جمال عبد الناصر استغاث بالأمريكان. قال لهم الحقيني أمريكا، أنا تبعكم يا أمريكا، تعالوا طلعوا العيال بتحكوا الإنجليز والفرنساويين والإسرائيليين. وكتب السادات الحاكم العسكري الثالث لمصر عن استغاثة زعيم العسكر عبد الناصر بالأمريكان قائلا إن عبد الناصر استدعى السفير الأمريكي بالقاهرة وسلمه رسالة من رئيس إيزنهاور جاء فيها أرجو أن تتكفل أنت أي أمريكا ببريطانيا وفرنسا. كيف أعرف الجيش المصري خالص ولا أموتهم؟ نعرف الحاجات. لا 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 لا.
إذا انتقلنا إلى حرب 1948 أيضا كانت هزيمة كالعادة. في حرب 1882 الجيش الإنجليزي هجم على مصر، دارت مواقع منها موقعة التل الكبير. بصح أحمد عرابي منهم قال لهم في إيه؟ قال له الجيش الإنجليزي هجم. قال لهم طب كويس يلا بقى نقاتل الجيش الإنجليزي. قال له قتال إيه؟ الحرب انتهت. قال لهم ياه؟ الحرب قعدت تلت ساعة. تصوروا جيشين يتقابلان في قتال، المعركة كلها لا تستغرق سوى تلت ساعة. ده لو الجيش الإنجليزي كان بيفض مظاهرة كانت استمرت أكتر من تلت ساعة، ده المظاهرة بتقعد تشتبك مع الأمن 3-4 ساعات. أيما كانت التقديرات لعدد القوات المصرية، فالأكيد أن من ثبت وقاتل قتالا فعليا لم يزيد عن 3000 رجل، قتل نحو ثلثاهم في نحو 20 دقيقة، هي إجمالي زمن المعركة. فلما ذهب أحمد عرابي إلى القاهرة اكتشف أن قوات العسكر خانت مصر وكلهم سابوا السلاح وفلقوا كله زوغ وشرد، ولم يجد فقط سوى 100 جندي وأعداد بسيطة جدا. فعندما وصل 1000 جندي إنجليزي فقط، 1000 جندي وصلوا إلى القاهرة استولوا عليها دون قتال. تصوروا 1000 جندي ده يعني إيه؟ نص مدرسة يا جماعة، يسيطروا على مدينة القاهرة كلها دون قتال، دون طلقة واحدة، وهذا بسبب خيانة العسكر. عرابي ذهب ونظر إلى استحكامات موجودة في جهة العباسية فوجد أن وجد أقل من 100 جندي موجودين، الجنود تفرقوا كلهم. الجنرال لو كان قدم زاحفا إلى القاهرة بأقل من 1000 جندي بريطاني يأتون إلى مدينة مأهولة بالسكان، من الذي يحامي عنها؟ من الذي يدافع؟ وأين ذهب الجنود؟ وأين هؤلاء؟ أما هزيمة 1840 فالجيش الإنجليزي والأسطول الإنجليزي أول ما حاصروا محمد علي، محمد علي قال له أنا مسلم، اللي أنتوا عاوزينه أما حاجة إيه؟ سيبونا على الكرسي واللي أنتوا عاوزينه يا إنجليزي اعملوه. حرك الحلفاء رأس إنجلترا أسطولها القوي البحري وحاصر اسكندرية وهدد محمد علي بإفنائه، هكذا العبارة جاءت، بإفنائه ورميه في الصحراء إن لم يوافق. طبعا بعض الوقت العسكر هيقول لك إيه، هو أنت نسيت انتصارات الجيش المصري على مين يالا؟ قال لك على الوهابيين، ده شوية قبائل ياد مش جيش يالا. طبعا العثمانيين يد العثمانيين كانوا في حرب أهلية بينهم وبين بعض يالا وما عندهمش جيش، يعني زي ما انت كده ايه قوات العسكر بتاعتنا تاخد بعضها وتروح تضرب في ليبيا، هي ليبيا عندها جيش؟ ده حرب اهليه حالا. السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تسلم قوات العسكر بمجرد ان ينمو الى علمها ان هناك جيشا اجنبيا سياتي الى مصر قبل ما يقولوا احنا مسلمين؟ ليه بقى قوات العسكر بتعمل كده؟ لقينا الدكتور جمال حمدان في كتابه شخصيه مصر قال لنا ايوه، لان وظيفه قوات العسكر ليست الدفاع عن مصر، ليست حمايه مصر، انما ايه يا دكتور جمال؟ ايه وظيفه قوات العسكر؟ الوظيفه قوات العسكر هي ان تقتل ابناء مصر وتسفك دماءهم فقط لا غير. وظيفه الجيش في مصر هي الحكم لا الحرب. وظيفه الجيش في مصر هي الحكم لا الحرب. وفي ظل هذا الوضع المقلوب يقوم الحاكم العسكري بحل مشاكل الأخطار الخارجية وغزو البلاد بالحل السياسي، يعني نتفاوض مع إسرائيل مع أمريكا مع الحبشة مع أي حل سياسي. قريبا العسكر والعنتيل، هل يقبل ضباط الجيش الزنا على أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم وأخواتهم؟ انتظروا الإجابات الصادمة من واقع اعترافات الحكام العسكريين، تابعونا على قناة العالم الأسود للعسكر، التعليق الصوتي سامي العربي.